مرحبا بكم في حلقة جديدة لليتس بلاي ماينكرافت باكيت اديشن كالعادة مع سي انونيموس. في الحلقة اللي فاتت والا هي ما تسميش حتى ربع حلقة، انا مزكي بارتاجيتها طولها دقيقة واش خاطر تقص الريكوردينج تقص عليا، وفي الوقت ذاك عملنا بيت متاع انشانتينج بالديامون يلي لقيناه في الفيديو ذاك. انا رحت في سان جونيو باه مريض وعملنا البوك شيلفز ذم الكل. وقت اللي تقسمنا الفيديو كل ديامون ذاك كل عملنا بيزوس سورد ودروع ديامون. لا انا برك انا وحدي اللي عملت الفول ارمور دايموند، مخاطر لقينا على الاخر ديامون في السيده ذي، لدرجه انه يعني كفاني باش نعمل فول ارمور تاع دايموند. وديجا هنا انشانتينا لقينا زاده برشا لابيس لازولي، ناس استكيت وحكايه و23 وبنيت باب نذر، ومزهر متاعي انا من اللي دخلت في الباب متاع النذر لقيت اول حاجة لقيت هو القصر متاع النذر. اي فيسا سيانو دي موس خلي نمشي وفيسا فيسا خطر ماش علينا وقت ديجا مزفهم 8 دقائق. صحيت هاي مو انا عندي بو هاي. كما وعدناكم في الحلقات اللي فاتت قلنا راهو باش نبداو باللعبة صحيح، باش نبداو بالنادر وكالدنيا ذيك الكل والانشانتينج. هانا سيئة عملنا الانشانتينج كملناه، مازالو النادر والبوسيونيزر وكالدنيا باهي. هاني تو باش ندخل فرفار. دخلت ولا لا؟ ايجا هو القسم تاعنا شوي بشوي بشوي اهو لحظة ما تعبتش منها، ما لازمنا شي. بي هاي مشينا، انا اش حاطة بيس فور انا بي مساش خلينا حاطين بيس فور حتى ناخدو. فين هبط؟ يا انونيموس تستنى يا حمودجيك. ولا صار حاصل اقسم بالله، زال يكسر الاحجار كما قال. وتشيست من اول مرة ممكن نلقى فيها دايما. خليك متابعها جوست بلاي في الدنيا، ما نخلي شي انا كل شيء ناخذ. سامحوني ولد خالتي تو تكلم معايا. هيا عاد اهبط يستنى. هاني باش نحط ايزي باهي. ماهي سيء بريك. قاست على الليل ولا على الصباح ولا معاش وقته قاست من اول مرة. المهم خايف من البليزن خطر يضرب ياسر البليز. مش راح من قاست قوم. ثلاثة دايموند والله ناخد حاجات لي شوز امبورطون لا اكثر. يا عايش لي شوز امبورطون مالا شناي راني ويتيام راهو تحسني من عايش فرنسي. ايش
كيجيني هاي جيش ويا جماني قالوا هاي جيش هاي ما نخدمه هنا بريك يا جماني يا جماني شماني هذا ما لقيتش تشيست ولا اي حتى طيب وي لا عند بيك خديناش وينا باش نزلو ريكوردينغ شوية أربع دقايق شوية مش باش وساعة ما تعديت العشر دقايق ونحن الكلب هالي لا وجانا لا فينا ملوحوش فين غبرو أنا نبات لقيت تشيست لقيت تشيست زوز ديامون فيه جو هذا الساعة شبي فديت فديت مناش من الديامون بلا سايبو نتحركو في البقعة نلقى ديامون شاب ربي السيدة دي مزهرين فيها على ياسر مش لاحظ حتى سيد كالسيدة دي خاطر اول مره نلقى سيد فيها الدايموند هذا الكل من التشيستات للماينوري جو على الاخر زاد نكست من لقيت ديامون اللي فدت معنا فمش كوني فد من ديامون خويا نو مش هذا هو النمبر بركه من التشيست لازم فما واحد اخر بي بيكازون سنة خايف من المونستر زينو دا يجيني واحد على غفلة ان شاء الله ان شاء الله استنى قداش مزال تي هيا غفلة انت ايه وقف ويذر سكيلتون فين مطول عمرو فينو درالي عم تشتهبت الوحدة متاع البورتاب يا رب بيها هاو سكيلت مش وير سكيلتون عادي قلت مثلا دقيق ديري انت 10 دقائق ما عادش تعملها انا 15 دقيقة كيف نوع الغاز يا رسول الله ديري انت 15 دقيقة ايجي شو دقائق شفية 10 دقائق بجهرب ثقيلة 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 البرتغل ثقيلة نفو الاكسيلري قال لك مضربك ترزم سنة سنة تستنى نسمع في سكيلتون اخر هذي تشيست اخذيناها لا هذا ما اللي ما اخذيناهوش قيت نادر هو شو شنو اخر سادل سيفا ما حشتش بيه شكون جيب جاس 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 مش نخرجتك باهي قداش مازال 29 سكوند مالا في الحلقة الجاية ان شاء الله باش نصور روحي في اسمه في السيرفر وممكن ياسر نصورها في العطلة خاطر هذه ديورين تاع امتحانات لازم نركز فيها ربي معاكم انتم اللي تعديو في الكونكور سيزيام ولا ميفيام ولا حتى اللي عديو في دفارات عاديين اما لا